دلوقتي هنقابل مع حضراتكم شاب يفرح بجد، اسمه محمد صبري، وهو بيصنع شنط جلدية وعلامته التجارية اسمها سيفتي. بدأ الصناعة بثلاث ماكينات، والنهاردة بقى عنده 24 ماكينة. باع عربيته وحط آخر مليم في جيبه في مصنعه وخاماته، والنهاردة ما شاء الله بجد بيصنع 10,000 شنطة شهرياً، ونجح في تصنيع الشنط اللي بتهديها الشركات في مختلف المؤتمرات لضيوفها بدولار واحد. وبالمناسبة هو نجح في تصنيع جميع الحقائب الجلدية بجودة مبهرة، وعمل ليها كمان بصمة سرية للفتح والغلق. جبار فعلاً، ودايماً بيختار أفضل إكسسوارات في العالم. ركزوا معاه. الأستاذ محمد صبري، حضرتك محامي وعندك مصنع كبير جداً، بدأ بمكانتين ثلاثة، النهاردة 24 مكنة بتصنع شنط. الله أكبر عليك. أنت ولا الشنطة اللي جايبينها أقول لك منين؟ من أمريكا. احنا كنا بنستورد شنط اللابتوب، وكنا بنستورد الاكسسوارات اللابتوب، وكنا مميزين قوي في شنط اللابتوب. عملنا مصنع بيعمل منتج محلي. كان التجربه الاولانيه صعبه شويه، يعني قرار استفز فيك الصناعه؟ لا، انا خلاص انا هفضل مكمل الشغلانه بتاعتي، فمش موجوده من بره، هعملها هنا. جدع. والحمد لله والشكر لله عملتها هنا. في الاول المنتج كان صعب شويه، وكان صعب تحقيق اصلا ان انت اكسسوارات صعبه والجلد مش عارف اجيب منين. الاول هي كانت صعبه طبعا، مع الوقت كل حاجه صعبه الحمد لله والشكر لله بقت سهلت. الحمد لله والشكر لله. الجلد والاكسسوارات عامل فيهم ايه؟ الجلد عندنا في مصر في مدابغ في الروبيكي، في منها شاطر جدا 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 الحمد لله والشكر لله. انا بشتغل مع المدابغ دي وباخد احسن نوع من انواع الجلد، وبنقدر نعمل منه تحفه يعني الحمد لله والشكر لله. الموضوع مش بيبقى شنطه انت بتحب تمسكها في ايدك، يعني تبقى الاختيار الاول ليك. موديلاتك حلوه، الله يبارك. الاكسسوارات بتاعتك حلوه. السوست دي مصريه ولا مستورده؟ السوست مستورده. يعني محتاجين ايه؟ محتاجين حد يشتغل على السوست لكل القطاعات. احنا محتاجين حد يشتغل ملابس، حقائب، كل حاجه. محتاجين حد يشتغل على السوسه دي. وفي حاجات اكسسوار احنا بنجيبه من بره، لو عايزين المنتج يبقى 100% صناعه مصري فمحتاجين مصانع تشتغل في الاكسسوار، وفي عندنا مصانع بس اظن عايزين مصانع اكتر. النهارده العالم كله بيتجه في صناعه الشنط دي للتكنولوجيا، لان بنتعرض لمآسي. اكيد ممكن واحد معدي جنبك في مطار معاه جهاز سحب كل اللي في جيبك في ثانيه. اشتغلت على الموضوع ده؟ الحوادث دي مشهوره قوي بره، فاحنا بنعمل شنط النهارده الحمد لله والشكر لله، يعني فيها السكيورتي بتاع البصمه، زائد هيبقى فيها ار اف شيلد او فيها مانع السرقه للحاجات دي. بس احنا لسه في انتظار الخامه، لان هي الخامه دي قليله جدا وغاليه جدا، والحمد لله والشكر لله جات لنا كذا سيمبل، ويعني ورسينا على حاجه ان شاء الله. ممكن اقول لك معلومه؟ عارف الشنطه دي بتتباع في لوي فيتوب كام؟ معديه ال 20,000 جنيه. اقل حاجه فعلا معديه ال 20,000. اظن انا عندي هتبقى 10% من ثمنها تقريبا يعني، وسمسم كواليتي، هي نفس الجوده. السوق المحلي اخباره معاك ايه؟ الحمد لله الشغل بتاعنا بالحجز. الله الحمد اكبر. لله الشكر لله. بالحجز؟ بالحجز. والتصدير؟ التصدير لسه، بس اظن المعرض ده هيكون فتحه خير في التصدير ان شاء الله.